السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا اليوم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نتمنى ان رمضان يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي يا ربي وكل ما تمنيتو. المهم ما نطولش عليكم، هاد لا فيديو هذا درته خصيصا على البيبي، على الطياب ديال البيبي. كيفاش البنات كاينين الطياب كيجيو للبيبي بزاف، كتقولوا ما يمكنش، درجه انك يتفلح بحال كيبان لك الدم بيخرج من اول الدم خرج. والله انا دزت من مراحل بزاف مع البيبي، خصوصا دابا تبارك الله عنده عام وشهر، يعني راه عام تقريبا كامل، وانا كل نهار مورا نهار كنتعلم حاجه. داكشي علاش جيتكم في هاد لا فيديو هذا، باش تكون نتوما ساهله عليكم، ما تكونوش مريتو بالتجارب ولكن تلقاو واحد الحاجه قدامكم اللي تستغلوا، يعني تستغلوا من التجربه ديالي انا. مهم البنات، هاد لا فيديو هذا اول حاجه غنبدا معكم هو ان البيبي فاش يلاه كيتزاد، كنكون البنات من الاحسن انكم ديروا ليه كوش ديال بريميوم. صراحه كوش رائع هو هذا، هو هاد لاكوش هذا ديال بريميوم، كيكون ما كيكونش فهاد الزرق هذا، كيكون فهاد بحال غادي الشيبي، كيكون هو هكا، كيكون كامل وقطن، ما كيديرش الحساسيه البيبي، وخفيف البنات بزاف، خفيف 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 ورقيق وق بزاف. صراحه زوين هاد الكوش هذا. من الحوايج اللي كيخلي البيبي ما كيخرجش البيبي ديالو او الغائط ديالو ما كيخرجوش، وميم طون انه خفيف، وخا فاش كيعمر كيولي هو هذا، كيولي بحال لاكوش العادي، بحال دوك اللي كوش بلا ما نسميهم، تيكونوا عاديين يعني تيكونوا ثقال، تيبانوا ثقال وداكشي، كيكون هو يلاه توصل ديك المرحله. اما هكا راه كيما قلت لكم عنده كمشى هذا كوش، يعني ماشي بحال الاخرين تكون كيكونوا قاصحين وشي كيخرجوش البيبي يتمشى مزيان، خصوصا في هذه المرحله هذه البيبي يلاه كيبدا كيتمشى. واحد الحاجه البنات نسيت ما قلتها لكم، هي ان هذا الكوش هذا بومبيرس بريميوم راه ما كيطيبش البيبي كاع بتاتا، ما كيطيبوش. يعني لي كوش الاخرين بحال شحال مره كنكون مثلا في شي بلاصه وما كنلقاش هاد بومبيرس بريميوم، كناخذ يا اما بومبيرس العادي يا اما داك هادوك لي مارك الاخرين، ما كنعقلش بالضبط شنو سميتهم، ولكن البنات والله العظيم الا راه عرفتي كيولي كندير ليه دو كوش كيولي حالته. داكشي علاش صافي جلست في هاد بريميوم، هاد لي كوش بريميوم راه رائع، لا الخفه لا كلشي كما قلت لكم زوين بزاف البنات. والله نصيحه اللي جربوا ما غاديش زعما يخسروا. وبالنسبه للثمن ديالو راه داير، انا كناخذو ديما في 99، هو داير 120 درهم، ولكن انا ديما 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 كناخذو في بروموسيون، يا اما كنمشي كنشوف كارفور، يا اما اسواق سلام، يا اما مرجان، يعني هاد ثلاثه الحوايج الا لقيتو داير 120 درهم في شي بلاصه كنقول ضروري الاخرين غيكونوا دايرين فيه بروموسيون، داكشي علاش كنخلي حتى كنشوف بلاصه اخرى اللي فيها البرومو عاد باش كناخذو. وبالنسبه للاكوش فاش يلاه تزاد جود سالم، كنت كندير ليه هيغيز، هذاك هيغيز هو اللي درتو ليه غير في الشهر الاولاني ديالو، من بعد ما سالا شهر ديك 40 يوم سالها صافي وليت كندير ليه هاد بريميوم. رائع هاد بريميوم زوين، والله نصيحه لكم البنات غير ديروا جربوا. نخليكم دابا تكملوا لا فيديو. تيكون انا من صغرو الصراحه ما كنتش كندير ليه هذا في الاول، كنت جربت شحال من مرحله، ولكن اللي بقيت فيه تقريبا ملي عنده شهرين بقيت فيه هو هاد بومبيرس ديال هاد البومبيرس الشيبي بريميوم. مهم البنات بالنسبه للطياب البيبي كيفاش يلاه كيتزاد بقوه، ما كتبقاي تمسحي ليه بلي لانجيت، كيطيب بزاف كيطيب، يعني الا طاب ليك بزاف راه مشكل كبير، كتقولي انا كيفاش غندير نداويه وانا، ولكن الحل الوحيد اللي كيحيد الطياب هو هذا مي بو عشان هاد البوماده. ما يمكنش تخطاك اختي بالدار شي، ما يمكنش ان فوا يتزاد عندك البيبي خاصها تكون عندك هادي، راه ان فوا كيطيب راه كتبعها ليه جوج د المرات صافي بحال كتكوني كتكذبي، واعره واعره واعره. وبالنسبه للناس اللي ولدوا سيزاريان بحالي راه يبقاو يدهنوها حتى هو مع البيبي، فما يدهنوا البيبي يدهنوا معاهم، راه كتحيد السيكاتريس ما تيبقاش، داك لي تراس ديال 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 سيزاريان ما تيبقاش البنات بتاتا. والله انا نتوما يلاه ما سريت هادي ديريكتومون مشيت شي واحد اخر، ما يمكنش نستغنى على هادي، مع خصوصا مع ولدي. بعدا باش نقول لكم واحد المعلومه،
بالنسبه فاش كيبداو السنان فاش كيبداو يدخلوا لي سنينات وداكشي اشنو كيطرى للبيبي؟ كيبقى ديك الساعه كيدير دوك كيدير الغائط ديالو تيديرو بحال الماء و تيكون حار، كيبقى البيبي تيبكي كتلقيه بحال تسلخ واخا كيكون باقي ما كان فيه والو غير كيدير هذاك الغائط ديالو، عرفتي كيتسلخ كيتسلخ كيتسلخ، كتقولي ما يمكنش الحل ديالو البنات هو هذا، حيد عليا من دوك كريم دو شانج ديال مستيلا ديال اي كريم دو شانج، والله ما يفكك من غير هاد الماب، اقسم لكم بالله كنقول لكم البنات شنو كاين هادشي. انا البيبي دابا فاش كبر عندي وليت كنستعمل ليه هاد لي لانجيت، ولكن ما كندير ليه يوميا كندير ليه غير هادي ديال اوغاش، هادي ها هما باش تسكرينيوها، هادي البنات كنديرها ليهم ديما، يعني فيما كنبدل ليه كندير ليه هادي، كنغش ليه كنرطب ليه صافي كنديرها. نهار كيطيب ليا كيدير داك الغائط ديال السنان اللي قلت لكم تيطيب ليا كندير ليه ديريكتومون مابو، ما كيكملش كيفوت، واخا هي غاليه شي 130 درهم، ولكن البنات راه تقبط له والله تقبط له هاد مابو. البنات عندي لكم هكا اللي بغى يسكرينيها هادشي هدى، ولدي كيعيط ليا هدى. اش بغيت نقول لكم اخر، يعني قلت لكم يوميا فاش كنبغي نبدل ليه هذا هو اللي كندير، وموراه الى قبل ليا بحال نيت اليوم دار واحد الغائط ديال انا عارفه ان يبي نضولي كندير ليه مابو، ديك الساعه بحال كيكون كيكذب. فاش كيكون بعدا بابي كيكون باقي بابي بابي بزاف تيكون يعني باقي في الاشهر الاولى، البنات من الاحسن انكم ديروا هاد ديال جلبر ديال لا مارك جلبر، ها هي كتكون مكتوبه هنا. هذا البنات راه مصوب بزيت العود رائع بزاف، هذا شنو هو كتمسحي به بالعوض اللانجت كتعوض، حيت الطبيب اصلا في الاول تيقول لك تيقول لك من الاحسن انك ديري القطن كوطون ديسك ولا داك القطن ديال بابي هو باش بقيتي تمسحي عليه ديك الكاكا ديالو ولا هذاك الماء ديالو ولا اي حاجه، هو باش كتبقاي تمسحيه ليه، يعني ما كاين هذا راه هو اصلا سوان بوغ بوغ لو شونج، يعني راه زوين بزاف ما كيطيبش البابي مع كتكون البشره ديالو حساسه شحال حاجه كتكون، هذا هو اللي كتستعملو. انا هذا راه شريت اترو تقريبا، ها هو باقي عندي دابا والله، علاش حيت اصلا خديت هذا باش نبقى، حيت انا في الاول كنت دكتو في هذه كنبقى كنستعملو كندي معايا، من بعد فاش بانت لي قرعه صغيره كتبع قلت علاش ما ناخذوش قرعه صغيره ونبقى نعمر من هذا، وداكشي اللي درت. وهاد لاماخ كانت جيلبير واخده منه انا هذا، واخده منه حتى الطارك ديالها، الطارك ديالها ما فيش البارفان زوين بزاف ما كيدير حتى شي اليرجي للبيبي، ودارت 130 درهم من طرف فارماسي. مهم البنات هاد المعلومات هادو ضروري انكم ديروهم، هادي ضروري خاصها تكون عندكم في الدار، وهادو على الاقل خذوا ما قدرتوش تاخذوا هذا ديال الاترو خذوا الصغير اللي غتبقاو تستعملوه في الاشهر الاولى، من بعد ماشي مشكل كتبقاي تستعملي بومبيرس، هذا كتكوني مغامره فاش كيطيب البيبي وما كتقدريش تمسحي ليه بلي لانجيت كدير قطين وكديري هذا، راه زوين كما قلت لكم فيه زيت العود وكلشي كتمسحوا ليه به، ومن بعد الا كان طيب بزاف كديروا ليه مابو، ما كانش طيب كان عادي ضروري كديروا ليه هاد اوغاش، الصراحه زوين بزاف. وبالنسبه للبنات نسيت واحد الحاجه ما قلتها لكم عاوتاني، هذاك لي لانجيت اللي لانجيت انا اللي كنت خديت للبيبي فاش يلاه تزاد ما خديتليش هاد بومبيرس، كنت كناخذ ليه واحد لي لانجيت ديال الجلبير حتى هو ديال زيت العود، هادوك خديتهم ليه حيت فاش كتمشيو للسبيطار نهار كتبغي تولدي كتمشي للكلينيك ضروري كتقول لك خاصك تعطيني لي لانجيت ولي كوش، انا غديت معايا لي كوش ديال هيغيز اللي قلت لكم، وديت معايا هاد اللي كنمسحو به ديال جيلبير ديتو، قلت زعما انا غادي نستعملو، مي فاش مشيت تما قالت لي عطيني لي كوش عطيني لي لانجيت، الوغ ضروري قلت لراجلي باش يمشي يجيب لي هذاك لي لانجيت ديال الزيت اللي كنت ديجا انا كنت واخده وخليته عندي، واخا هما طالعين شويه ولكن البنات غير صبروا، واخا غير هذيك دو سيمين الاولانيين تكون يكون عندك هذوك لي لانجيت فهمتو، اما من بعد ماشي مشكل كتبقاي كدير ليه دوك القطين فاش كتمشي للدار وكتكوني بغيتي انت شويه وهذا كتكوني كديري ليه دوك القطين وكتبقاي تمسحي ليه بهاد الليكيد ديال الزيت نيت. هذه هي النصيحه اللي نقدر نقول لكم الصراحه، وبالنسبه للناس اللي باغيين النصائح على الحماله كي دوزتها وعلى
على الحوايج اللي ديت والحوايج اللي ديتهم وما استعملتهم ما حتى شي حاجه. يرجعوا لي فيديو القدام، راه كنت كنحط لكم كل شيء، وفيديو بقيت كنت عاقل على كل شيء، كنت اي حاجه تنقولها لكم. وبالنسبه للبنات اللي كنتو بغيتوا دي فيديو في شي شكل اخر ولا شي حاجه، ما تنساوش انكم تخليوا لي لي كومونتير ديالكم. ونتمنى البنات ان زعما كما كنشارك معكم حتى نتوما تشاركوا معايا في لي كومونتير ديالكم، اولا درت شي حاجه اللي نتوما ديجا درتوها ولقيتوا الاستفاده منها وبغيتوا انكم تعلموا الناس اخرين وتوريهم الناس اخرين، ما تنساوش انكم تخليهم لي في لي كومونتير لتحت باش انا كنقرا كاع لي كومونتير وكنشوف كل شيء. ونخليكم على فيديو تكملوا. نتمنى البنات ان هذا الفيديو يكون عجبكم، نتمنى انني يكون كنت خفيفه عليكم، وسمحوا لي البيبي صافي فاق دابا كنخليته كينعس باش كنصور ولكن ضروري كيفيق ليا. المهم البنات نتمنى انني يكون كنت خفيفه عليكم ونكون انني عطيت نصائح اللي تنفعكم. واللي ما مابونيش معايا مرحبا به في لاشين ديالي. وبالنسبه للبنات اللي حاملات ما تنساوش انكم ترجعوا على فيديو القدام، الصراحه مفيدين بزاف، شاركت معكم بزاف ديال الحوايج اللي ضروري 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 خصكم تكونوا على بال. وغادي نقول لكم البنات باي باي، فيديو جاي ان شاء الله.